السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل مسقعة بالخل والثوم. طريقة سهلة جدا وهتعجبكم. بس قبل ما نشوف الطريقة، ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. هنا قطعنا البتنجان بشكل طولي علشان ما يشربش زيت، ونحط عليه الملح ونرش عليه دقيق، مش كتير علشان الدقيق بيطرد الزيت. بس هنقلبه بقى ونرش برضو على تحت. هنا معانا بطاطس متقطعة صوابع وفلفل حار او رومي او الاتنين، وده البتنجان اللي قطعناه. هروح بقى اقلي البطاطس والبتنجان وارجع لكم. قليت البتنجان والبطاطس، هنجيب بقى توم والفلفل لسه ما تقليش، هقليه في الحلة وخل وملح وكمون. بس دي المقادير كلها اللي هنحتاجها. الطماطم بقى انا مش هحط كتير، يا دوب الحته دي متثبته من الفريز. هنجيب الحلة ونحط فيها زيت، مش كتير عشان البتنجان فيه زيت. هنا هحط الفلفل يتحمر، الفلفل كده اتحمر، هننزل بقى عليه بالثوم طبعا مش هنحرقه علشان ما يعملش طعم مرارة، يعني يا دوب يتفر كده. هننزل بقى بالخل، يعني حوالي ربع كوباية أو أزيد شوية. هنزل بقى بالطماطم المتسبكة، هو ممكن نحط طماطم متسبكة، ممكن نبشر طماطم عادية. انا ما كانش عندي طماطم فدي بسبكها واشيلها في الفريزر، فاخدت منها. او احنا مش عايزين المسقعة يبقى فيها طماطم كتير، يا دوب بس تغير اللون. بس هنسيبها بقى تغلي شوية. ننزل بالبطاطس المحمرة، بعد كده نحط البتنجان المقلي،
نقلب بقى، واحنا بنقلب نحاول نهرس البتنجان، لا اما يتهرس في الطبق قبل ما يتحط. قلبنا كده البتنجان والفلفل والبطاطس، هنحط كمون، وملح مش كتير عشان احنا حاطين في البتنجان قبل ما يتقلي، ونزود شوية مية، نص كوباية كده بس. هنقلب بقى المقادير كلها في بعض، كده تغلي بقى كده شوية، هنغطي ونوطي البوتاجاز خالص ونسيبها بقى ايه تستوي شوية. وبكده تكون المسقعة جهزت، طعمها جميل جدا ومشطشطة. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك، وبألف هنا وشفا.